مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقه جديده من وشوشه. ضيفة حلقه النهارده فنانه من ايقونات الجمال في الفن المصري. ضيفة حلقه النهارده النجمه نرمين الفكري. يا شمس يا منور غيبي وكفايه ضيك يا حبيبي رجعتني ليا عرفتني بيا فجاه صحت فيا روحي اللي منسيه رجعتني ليا عرفتني بيا فجأة صحت فيا روحي اللي منسية وأحاسيس كتير صدقة وأنا نفسي متفاجئة. مبسوطة أوي إنك معانا النهاردة في وشوشة. ميرسي. ويعني الناس قرف كده النهارده الجو شمس مشمس الحمد لله. لابسين الدولاب كله؟ انا لابسه الدولاب. بص انا لا اخفيك سرا انا في الشتاء بلبس الدولاب كله في ما عدا حاله واحده لما باجي اصور في التصوير بقى اللي هو بقى بلبس صيفي وشتوي وبتبقى بهدله وانا متجوزه البرد طبعا بسبب الموضوع ده ان طول النهار عندي برد وعيانه. يعني الموضوع بتاع الفن والتمثيل ده مش سهل زي ما الناس فاهمه خالص خالص متعب جدا ومرهق جدا وتلاقينا قاعدين متكتكين. احنا مثلا في ابو العروسه كنا بنصور في العين السخنه واحنا بنصور هتلاقينا كلنا عاملين نعمل كده نعمل كده نعمل كده غصب عننا احنا صيفي بنصور في الشتاء فطبعا متعب جدا. كلميني بقى عن ابو العروسه وردود الافعال الكبيره قوي اللي كانت على الجزء الاول ودلوقتي الجزء الثاني كمان بيتعرض عامل ردود افعال كبيره قوي. ده حقيقي لان ابو العروسه بيناقش مشاكل كل بيت كل بيت وطبيعي جدا وبعيد عن العنف. خلاص احنا بقى سهقنا قنابل وموتوريوز وبتاع يعني سهقنا بصراحه يعني خلاص يعني تعبنا اكيد ده بيبقى ليه جو وليه التين ايجرز بتاعه لكن كمان لما بيبقى فيه انك بتمس كل بيت وكل اسره بمشاكلها باللي بيحصل اللي بيتخانقوا واللي بيخون واللي بيموت واللي بيطلع معاش والاولاد والاطفال ومشاكلهم وكيفيه تربيه الاولاد كل ده بيمس كل بيت. وبرده من اكتر ان النجاح المسلسل واخد نجاح كبير وده السبب اكبر لان انت المتفرج وهو بيتفرج شايف نفسه شايف انا هنا شايف هنا بيناقش حاجات كتير جدا موجوده في حياتنا اليوميه والناس بيبقوا عايزين ينسوا احنا تعبنا من النواحي الماديه والمشاكل السياسيه واللي بيحصل وكلام من ده فطبعا مهم جدا ومهم جدا ان احنا نركز على الموضوع ده في الدراما الفتره كنت اللي كنت متخيله النجاح الكبير اللي حققه مسلسل بره رمضان واعتقد ان هو يعني ما يعني يمكن قبل ما تتصوريه او قبل ما توافقي عليه ما كانش حد يتوقع انه ممكن يعمل النجاح ده. شوف انا هقول ان انا عندي best of luck في الحته دي very best of luck كمان عندي حظ كويس قوي لما بختار حاجه سبحان الله بأحسن الاختيار ودي في حد ذاتها كويسة قوي يعني أنا ببقى مبسوطة إن أنا بقدر أحسن الاختيار. طبعا ما كنتش متوقع النجاح الفظيع وكلنا بيبقى داخلين حاطين إيدينا على قلبنا وعاملين زي التلاميذ أيا كانت أعمارنا كبير صغير حد عنده خبرة لكن في النهاية إحنا بنحط إيدينا على قلبنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا إيد واحدة فالنجاح ده بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا الاساس هو الورق الاخراج صرف المنتج الكاست اللي موجود ما ممكن يبقى فيه ورق كويس قوي يا احمد لكن انت ما عندكش الفنان اللي يقدر يطلع الـ الـ الصوره اللي في خيال المؤلف والمخرج والمخرج هو طبعا اللي بيديك الاداء انك تقدر تشتغل فهو تيم ورك كامل متكامل. على سيره حسن الاختيار انت اخترتي الشغلانه دي اصلا ولا هي اللي اختارتك؟ يعني نرجع بقى سنين كتير ورا كده انت اللي اخترتي انك تكوني فنانه ولا هي جت كده فربنا كملها دي؟ وانا صغيره كنت دايما ببقى حريصه في المسرح ان انا ابقى اون ستيج بمثل واغني وفنون شعبيه اعلانات طبعا والاعلانات جت معايا بالصدفه برضو. كنت انت اللي عايزه تعملي اعلانات؟ خالص هي جت كده كان في اختيار مخرج كنت على يعني من ضمن مجموعه كنا اصحاب على البلاج وكان مع عيلتي اساسا وقاعدين لقيت طلعت يوحنا بيعمل كاستنج واختارني كنت طبعا رجلي بتخبط في بعضها ومرعوبه رعب
وقدام الكاميرا وشي بيحمر ومناخيري وداني وكلي مطلع كله بقى. بس واحده واحده حبيت الكاميرا. ممكن اكون حبيت الكاميرا من الاعلانات ممكن. بس هي بقى جت كده. كنت في المدرسه ساعتها خلصت، ابتديت ادخل جامعه، ابتدى يتعرض عليا طبعا اعمال. انت عارف بتبقى دايما الاعلانات نافذه من خلالها بيشوفها المنتج والمخرج وكلام من ده. شويه امي كانت متخوفه ان انا ممكن. ما لسه كنت اسالك بقى، هي مامي ما اعترضتش على فكره ان دخولك الوسط ده وانت بالذات انت الحيله بقى؟ لا ما اعترضتش. انا امي الحمد لله كانت دايما باكينج قوي في ظهري، يعني عمرها ما قالت لي على حاجه لا، الا لو هي فعلا شايفه ان ده مش حلو. بس خوفها عليا ما منعهاش انها طبعا تبقى متواجده معايا في اللوكيشن ده. واحده واحده لما ابتديت اشتغل بقت متواجده معايا، بقت بتخلي بالها مني، بتوعيني كلام من ده. بس الحقيقه بالعكس كانت فرحانه بيا وفرحانه بالنجاح اللي انا بعمله. في مره في البدايات حسيتي انك انت حد جه عليكي او حد قهرك كده، اللي هو دايما الصغيرين اللي بيبقوا لسه بيحاولوا يعملوا كاستنج ويحاولوا يشتغلوا دايما بيحصل حاجات كده بتخليه تحز قوي في نفسيتهم؟ طبعا اكيد اكيد شفت ده. حصل لك ايه ده؟ موقف مش هتنسيه كده وانت لسه في البدايه؟ لا ممكن يكون في اكتر من موقف بس مش كتير، يعني اقدر اقول انه مش كتير، لكن حصل وما زال بيحصل لغايه دلوقتي. وانت نجمه ده بالعكس، ده يمكن دلوقتي بقى اكتر من زمان. زمان ما كانش الموضوع بالصعوبه دي، دلوقتي بقى الموضوع اصعب بكتير. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني في بداياتي لا ما كانش الصعوبه قوي كده، يعني مثلا حد يبقى معجب ويقول لك او لا، طب انا هخليها معايا في الشغل مش هخليها معايا كلام من ده، ممكن بس قليل. لا حاليا المساله اختلفت تماما. دي من ناحيه المضايقات، من ناحيه مضايقات، من ناحيه اختيارات، من ناحيه اذواق، من ناحيه حاجات كتير طبعا. طب هو ايه اللي جابك من اسكندريه تعيش في القاهره؟ يعني كنت انت وماما في اسكندريه فيكتوريا كوليدج صح كده من المدرسه؟ صح. بعد كده كملتي كليه التجاره اسكندريه؟ ايوه. ايه اللي خلاكي تيجي تقيمي في القاهره او اللي اقنع ماما انها تسيب؟ لا هي ما سابتش. انا مامي كانت بتروح وتيجي يعني. كانت بتروح وتيجي، بس انا اهلي هنا موجودين في مصر، كنت ببقى متواجده معاهم. بس هي ما سابتش اسكندريه. بس هي قدرت تستغنى عنك يعني؟ ده لا ما سابتش اسكندريه، مش ما سابتهاش انها فضلت قاعده، لا كانت بتروح وبتيجي معايا. انا كنت بروح واجي، انا شخصيا ما كنتش سايبه اسكندريه، لكن اقامتي الفعليه طبعا كانت في مصر بحكم شغلي. وساعات كتير جدا كنت انزل من شغلي، اخلص تصوير يبقى عندي كام يوم اجازه اقضيه في اسكندريه وهكذا. كنت تتخيلي وانت في المدرسه مع اصحابك او مع زمايلك انك ممكن تبقي نجمه وتبقى الناس بتجري عليكي وتتصور معاكي لا خالص. بس لما حطيت رجلي بقيت فرحانه قوي، وحسيت ان انا عايزه اعمل حاجه. يعني لما حطيت رجلي على الساحه الفنيه حسيت ان انا عايزه اكون حاجه، عايزه احقق النجوميه والنجاح. طب وكان طموحك ايه في وقت المدرسه؟ يعني اللي هو كان نفسك اللي هو نرمين نفسك تطلعي ايه؟ كان نفسي ابقى مرشده سياحيه. تخيل اول مره اقول الكلام ده، كان نفسي اطلع مرشده سياحيه. مرشده سياحيه كان نفسي. هتنتعش في مصر جدا والله يعني. كان نفسي ابقى مرشده سياحيه، كان نفسي اطلع مضيف الطيران، كان نفسي اطلع فيها حاجه فيها سفر، كنت عايزه حاجه فيها public relation، فيها علاقات عامة أقدر أتكلم كلام من ده. مين بتحب السينما ولا التلفزيون ولا المسرح؟ مسرح. هو أول حاجة التلفزيون بالنسبة لي طبعا، وهو التلفزيون اللي خلى يبقى فيه نرمين. يعني أنا بنت التلفزيون المصري. سيبك من الولاء، انتي استمتاعك كله كنرمين. كله أصل كل حاجة. لو عايزة أجر رجلك دلوقتي يعني أعرض عليك شغل وأجر رجلك بسرعة كله، ما تبصيش على الاجر وتبص على اي حاجه كله. هقول لك ليه كله. المتعه في حد ذاتها في كل حاجه. السينما هي طبعا السينما هي الشاشه الذهبيه، والله التلفزيون كمان اصبح تاريخ. الاعمال الكويسه بتتحط عندك في مكتبتك كسي في وبتتعرض، والناس ممكن يتفرجوا عليها مره واثنين وثلاثه وعشره. في عمل ممكن ينجح نقول عليه نجح بس يمر مرور الكرام. السينما اسهل بس اصعب. اسهل لان بتاخد كادر كادر وزاويه زاويه، التلفزيون مش كده خالص طبعا.
بس ليها برضو طبعا جمالها انك بتتفرج على نفسك على شاشة كبيرة، بيدخل لك المشاهد او الجمهور بيدخل لك وبيدفع تيكت لدخولك او دخوله عشان يتفرج على الفنان. المسرح بقى ده انا بقول عليه ابو الفنون، لانك بتتلقى رد الفعل مباشرة منك للمشاهد او للمتفرج، بس هو عيبه انه بيسرق عمر الفنان مننا. عروض كتير طول اليوم، عروض كتير. لو انت عندك حاجة عايز تعملها سواء تلفزيون او سينما او كلام من ده بيبقى صعب جدا، الواحد بيبقى مرهق تعبان، بتشتغل في وقت معين، الناس فاهمة ان احنا بنشتغل 5-6 ساعات في التلفزيون كمسلسل اطلاقا، احنا ممكن نقعد بال 14 و16 ساعة وشبه يوميا على فكرة. طيب انت كنت طفلة دلوعة ومامي ما عندهاش غيرك، كانت دايما بتقسى عليكي امتى او امتى كانت بتزعق وبتشوفي الوش التاني؟ انا ما كنتش دلوعه، يعني انت الحيله، ما كنتش الدلوعه خالص للاسف بقى، انا ما كنتش الدلوعه خالص. يمكن دلوعه بالنسبه لاهلي لاخواتها وكلام من ده، كانوا هم اللي بيدلعوني اكتر. حلو بقى، هو اللي خلاني وخالاتي هم اللي كانوا بيدلعوني اكتر، وكنت انا اصغر بنت خاله فكنت اختهم الصغيره، لكن امي ما كانتش بتدلعني، بالعكس انا شايفه ان امي كانت ست جامده قوي في وقت من الاوقات عليا جدا. وكانت ايه اكتر حاجه ممكن تعمل بينكم مشكله؟ يعني ايه الحاجه اللي كانت لا ولا قاطعه؟ لو قلت لها حاجه واكتشفت العكس، يعني مثلا هقول لك على حاجه حصلت لي. كنت مره في كان عندنا زمان بقى عارف حفلات الماتينيه بتاعت اللي احنا بنخرج حفله ماتينيه بقى رايحين حته ماتينيه، لا سواري ده سواري كان شايفها خالص. كانت حفله ماتينيه ورحت قلت لها مامي احنا رايحين عيد ميلاد وبتاع، واكتشفت بالصدفه البحته ان احنا رايحين حفله. عايزه اقول لك من كتر ما هي كانت ست جامده، لا دي مسكتني قدام اصحابي ويعني كلمتني جامد قوي. كلمتك بس؟ يعني مش عايزه اقول لك اللي حصل. يعني انت عارف بقى، انت لانها كانت ام واب فكانت جامده جدا عليا، وما كانش الموضوع سهل خالص خالص. وابتديت واحده واحده اكون فعلا، طب انا ليه بعمل كده؟ ليه قلت لها كده؟ ما اكون صريحه معاها. طب هو انا النهارده لما اي ام تشوف بنتها وبنتها الوحيده و ما شاء الله زي القمر، ما كانتش بتزن على موضوع الجواز اطلاقا، كانت دايما تقول لي عايزاكي تركزي في شغلك، عايزاكي تركزي في مستقبلك، اللي هينفعك هو شغلك وحياتك ونجاحك، لما تيجي تختاري اختاري صح. وبعدين انا مش هضحك عليك، كون ان انا بنت وحيده ليها فكان دايما خوفها الزايد كان ممكن طب ممكن يحصل حاجه، بنسمع مشاكل كتير كلام من ده. وانا مش شايفه، انا ساعات كنت ممكن اقول كان هي برضو ليها سبب ان انا ااخر ارتباطي، هي كان ليها سبب، بس لما ارجع لورا واشوف اللي انا كنت بشوفه او اتعرضت له او لا، كانت ليها حق كأم انها تتمنى لي حاجه احسن من كده. زائد بقى في فتره ما كانش ينفع افكر في ارتباط، لان انا معايا ام تعبانه مريضه في نفس الوقت. هي مش الاخيره يا احمد، انا امي تعبانه وانا عندي 16 سنه، ده كان البدايه. لا كان عندي 16 سنه، دي كانت بدايه التعب ليها. فكنت برضو بفكر في دراسه، بعد كده اعلانات، بعد كده دخلت في تمثيل، بعد كده دخلت ان انا ابتديت انجح في شغلي. ف الحاجات دي كلها برضو كانت عائق. يعني طب هو مش مفارقة غريبة قوي لما تبقى واحدة ينفع نقول عليها فتاة أحلام ناس كتير قوي بمختلف الأعمار وتبقى في الآخر مش مرتبطة أو ما اتجوزتش؟ يعني طبعا غريبة ومش صح، وأنا شايفة إنها مش صح بس في حالة واحدة. أنا بقولش صح أو مش صح، لا أنا اللي بقول هو لما يبقى في ناس كتير قوي مجمعة إن أنا نفسي أرتبط بالبني آدمة دي أو أتجوز البني آدمة دي، وأنا ما دي مش متجوزة أصلا، فإيه بقى؟ انا شايفه ان البني ادم مننا ما بياخدش لقية. كل حاجه لا بس انت ما تقوليش مش لاقي، اكيد مش بتدوري في الصحراء، يعني اكيد في عروض كتير. العروض كتير. ما كانتش متوافقه معايا، يعني انا كان في حاجات كتير قوي حصلت لي كويسه، بس ممكن كان الـ 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 العريس اللي جاي يتقدم لي ساعتها ما كانش هو البني ادم اللي ممكن اقول ان هو ده اللي انا ممكن ارتبط بيه، وممكن انا معجبه بحد الحد ده، الظروف
ما تكونش مواتيه لينا احنا الاثنين او نافعه لينا احنا الاثنين ان احنا نرتبط. هو يبقى عنده ظروف، ممكن هو ما يكونش حباني، ممكن مثلا. طب وايه المواصفات بقى اللي انت بتدوري عليها؟ عشان يعني ده يا جماعه هات ورقه وقلم. طبعا انا هختصر عشان لو قلت لك رجل بمعنى الكلمه هتقولي ساعتها امال انت عايزه ايه؟ تفاصيل يعني عشان يا جماعه ورقه وقلم واللي حابب يكتب ورقه. عايزه بني ادم يكون محترم، موجود بيمتهن مهنة محترمة، موجود يكون عنده ثقة في نفسه، ثقة بالبني أدم اللي معاه. إنه هو في ساعات لما البني أدم مننا بتضحك يقول لك إيه، لا أنا مش عايز مراتي تبقى أحسن مني، ده معقد رسمي أو ما عندوش ثقة في نفسه. وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل أو وراء كل امرأة ناجحة وباكينج ليها، تحس ان في ظهرها راجل، مش حد كده مجرد انه عايز يوصل لها او راجل عايز طمعان فيها. وخلي بالك المطامع دي موجوده كتير قوي في حياتنا. اكيد انا مش طالبه ده يعني. موجود يبقى خلاص خلاص بس كده. المخرج عايز اقول لك من ورا الكاميرا بيقول لي انا هقول مراته، والله هقول مراتك. طيب ده كده عرفنا المواصفات. طيب ابتعاد بابا عنك. وانا ما بحبش يعني انا مش عايز اضايقك، بس انا بحب اتكلم في جوانب في شخصيتك. الناس بتبص لك انك انت سعيده طول الوقت، فنانه ناجحه حلوه، مش عارفين ان في حاجات كتير وصعوبات كتير بيقابلها البني ادم. طبعا يعني مفيش حاجه حلوه كلها ولا وحشه. طبعا انت ابتعاد بابا عنك وانك ما عشتيش معاه تقريبا غير ان شفتيه وانت كبيره. شفت وانا انا يعني طبعا كنت معاصر الفتره دي. بالظبط. هل انت شايفه انك لو الزمن رجع بيكي هتحاولي انك تكلميه او تتواصلي معاه او توصلي له؟ هو اوريدي في تواصل قبل انا قصدي قبل الفتره انت قبل كنت اتمنى، بس هو كان مسافر وما كانش بعيد عني انا، بس كان بعيد عن كل اهله يعني عن كل اخواته وكلام من ده. فشفته في فتره المراهقه دي، كانت بدايه الفتره اللي شفته فيها. فهو عدى مرحله كبيره قوي يعني، عدى الفتره اللي الواحد فيها بيبقى صغير قوي، بتبقى بتيجي تشوف مثلا في المسرح امهات وابهات قاعدين وبيتفرجوا على بنتهم، سواء وهي بتمثل وهي بتغني وهي بتاخد شهاده وهي بتاخد الصوره بتاعت المدرسه كلام من ده. الفتره دي انا ما عشتهاش، فدي كانت فتره قاسيه جدا. لما ابتديت اكبر حسيت هي امي قدرت تعمل المعادله، بس برضو مش كل المعادله، لان هي في النهايه هي امراه. صح. بس كانت امرأة جميلة ومحترمة وقوية، فكانت بتحاول انها تخليني اتخطى كل ده. طب وانتي لو كانت ماما عرضت عليكي في وقت من الاوقات انها تتجوز؟ يا ريت، انا كنت بتحايل عليها والله. ما كنتيش هترفضي؟ اطلاقا، لو كان راجل كويس وكلام من ده ويتقدم لها. على فكرة ناس كويسة بصراحة، ما اعرفش هي اللي كانت بترفض هنا بقى. تفتكر انا واخده من امي الحته دي؟ يعني مش عارف انت انا يعني تفتكر انا لا, يعني لا جالها ناس يعني كويسة. ماما كانت ما شاء الله، بس هي كان جميلة. عندها حجه، انا ما عنديش حجه صح؟ يعني لا وهي عندها حجه بنتها، بس هي ماما كانت كانت شكل جميله بالظبط، وهي منفصله من وهي صغيره يعني بالزبط. انا شفتها وسنها كبير شويه يمكن، بس اكيد هي من قبل كده وهي لوحدها. ما حاولتيش طب تقنعيها حتى لما كبرت؟ انا والله كنت اتمنى، بس هي كانت رافضه تماما. هي عايشه عشان كانت عايشة علشاني، ومتخوفة إنها ممكن ترتبط مثلا يبقى في أخوات عند الرجل اللي هترتبط بيه، في كلام من ده يعني. دايما خايفة، كانت خايفة عليا قوي. هي كانت بتحب الكلاب جدا، وانا كمان. احنا كل العيله عندنا بنحب الكلاب على فكره. ورسة انا وارثه الموضوع ده يعني. كان عندها كلاب كبيره قوي في اسكندريه. ما امي كانت ممكن لو شافت كلاب بلدي على فكره تاكلهم وتقويهم عندها في البيت وكلام من ده. احنا عندنا بنحب الحيوانات جدا. انت عندك كام كلب؟ أربعة بس. انا لو عندي ناس كتير ممكن الاقي. تعرف طبعا انت الناس اللي بتشتغل دلوقتي ما بقاش زي الاول، كل بيت عندنا فيه مشاكل الناس اللي بتيجي وكلام من ده. انا لو عندي اكتر من نفر في بيتي انا ممكن افتح بيتي كله بالكلاب. انا بحب الكلاب جدا، وايا كانت فصيلتها بالانواع كلها. انا شفت عندك حاجات صغيره كده وعندك حاجات كبيره. من شيواوا للجيرمان شيبرد. فانا بحبهم جدا جدا، لانه بيحبك، عينيه بتتكلم معاك، مش عايز منك حاجة، بيحبك للحب، بيحافظ عليك، بيدافع عنك، حاجة وفية
بجد انا مش مصدقه الناس او اقعد اتفرج على فيديوهات في فيسبوك اقول لهم ارجوكوا بطلوا تشيروا الكلام ده. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يعني هم مش قادرين على حد بيقدروا على حيوان ضعيف. طب ما هم كده اساسا ناس ضعيفه ومش شايفه يعني ان هو راجل يعني فظيع قوي وذكر ان هو يمسك حيوان ضعيف يعمل فيه كده، يبقى هو اكيد عنده مشاكل. فلا يعني العمل اللي لو بيتعرض ليكي ولو شفتيه بالصدفه كده على التلفزيون بتخليه وتقعدي مركزه معاه او تحبي حتى انك تطلعيه من على اليوتيوب انك تتفرجي على نفسك فيه؟ مش هضحك عليك واقول لك كله طبعا. لا هو ده ابقى كدابه لو قلت لك كله يبقى كده. لا انا بحب قوي الليل واخره، بحب مسلسل اصدقاء، بحب لسر وحسابات اخرى، بحب لم تنسى انها امراه، بحب بنات عمري، جبل الحلال. انا بقول لك كل الحاجات اللي انا بجد بحبها. العمل اللي انت فاكراه بكواليسه بمواضيعه وبحاجته بان العمل ده بالنسبه لك هو الايكون، اللي هو ده اللي انا نفسي اعيش كل الكواليس دي في كل اعمالي. عمل واحد بس؟ اكيد في كده. لا مش قادره. لا طب عملين عصوم كتير الحمد لله. لا انت حباه. انا حابه كل اللي انا بقول عليه. طب بلاش كده. ايه العمل او الدور اللي انت لو النهارده حد ما يعرفش ان مين الفقي وكنت عايزه توريه؟ الف ليله وليله، وده للاسف ما اتعرضش كتير. لا مش طبعا جازيه كانت بدايتي، ده 97 كانت جازيه وحياه الجوهري. يعني الجازيه وجازيه وحياه الجوهري دول اول تقديمه ليا للتلفزيون طبعا وللناس وللمشاهدين. لكن الف ليله وليله دي كان زي نوع من الفوازير او نوع من الف ليله وليله بعد الفوازير. كانت رائعه، كان فيها استعراض وكان فيها ابهار وكان فيها تمثيل وكان فيها حاجات كتير حلوه قوي، بس للاسف ما اخدتش حظها. ولما حاولت ادخل على اليوتيوب ما لقيتش كمان الصوت كويس واتضايقت قوي. يعني انا من الحاجات اللي بحبها وكان نفسي ان كل الناس تتفرج عليها. طب هو بمناسبه الف ليله وليله والاستعراض كنت عايز اكلمك عن الموضوع ده، اسالك سؤال. ليه ما فكرتيش انك تكملي في الحته دي، خصوصا ان الحته دي كانت فاضيه في جيل قبليكي بعد نيلي وشريهان؟ انت كان عندك القابليه في الشكل وفي الطريقه وفي الاستعراض وفي الموضوع انك ممكن تلعبي اللعبه دي. طبعا هو بقى مفيش حد يلعب جنب نيلي وشريهان، دول مش هيجي منهم تاني. ما خلاص كانوا مش موجودين. لا يعني دول ناس مش هيجي زيهم تاني. يعني أأمل، لكن انا لا اتوقع ان ده يحصل، لان انت بتتكلم في كاريزما وفي استعراض وفي ابهار وفي كل حاجه، دول كده لوحدهم. لكن انا مش انا اللي انا كان نفسي اعمل ده جدا، لكن انا ما لقيتش اللي يتبنى ده. وما تعودتش ان انا اكلم حد اقول له ممكن اعمل كذا او اعمل كذا، عندي دايما نفسي عزيزه شويه في الحته دي. طب هو انت اول مره في حياتك اتعرفتي ومشيتي في الشارع لقيتي حد يعرفك كده كان ساعه ايه؟ من الاعلانات. كانوا في الاعلان بس. اما بقى حياه الجوهري، خطفتي الراجل من بيته، وطبعا هما بيحبوا يسرى طبعا. ايه ده انت شريره انت بتعملي؟ قول له اسمه لهم ده تمثيل، يعني انا مش فاهمه. فكان ده اللي عامل معاكي بومينج؟ بومينج يمكن كان اكتر من السيره الهلاليه. اكتر من سيره. طب ماما كانت امتى العمل الاول عمل قالت لك عليه برافو ان كانت فرحانه وفخوره بتجيب بقى قرايبها؟ اول عمل ليا وكان زمان بقى، عارف الفي اتش اس الشرايط الكبيره بتاعتي. انا عايزه اقول لك كل الشرايط دي عندي لغايه دلوقتي، لحد وقتنا هذا عندي كام وامي اجي اكلمها في التليفون، مش انا هي عاملالي مكتبه كامله تسجل كل حاجه وحاطه كل حاجه وبتكتب لا ولو فاتتها الحلقه تبقى هتتجنن هتتذاع تاني امتى. كانت دايما هي اللي عاملالي مكتبتي حبيبتي. فكان من اول عمل وهي فرحانه من اي الاعلانات. انا عندي كل اعلاناتي. لو يرجع بيك الزمن تمسحي ايه من حياتك؟ امسح ايه؟
امسح ايه من حياتي؟ امسح ايه؟ لا في شغلي مش همسح حاجه. في حياتك عموما امسح ناس معينه من الاصدقاء، ولكن احنا كلنا طبعا ما فيش حد ما تعرضش لده. امسح شويه ولاي صعبان الله يقول حتى كلمه اصدقاء دلوقتي يعني، لكن ممكن امسح كام واحده من حياتي، خاصه لما حد بيبقى واضح قدامك قوي وصريح قوي وأبيض يعني باين قوي، ف وانت بتستمر برضو في المعرفه، فده في الاخر بيبقى خطأي انا مش خطأ حد تاني. طيب انت حبيتي قبل كده؟ ان طبعا. والحب ده ما كملش ليه؟ هو ما كانش الحب اللي هو كده يعني، كنت حابه بس فعلا يمكن كانت الظروف ما كانتش مواتيه. ممكن اكون حبيت وانا صغيره قوي. كان سنك ايه؟ وده لا يحسب طبعا. كان ابني جيران. لا ده الطبيعي، ده العادي. وكان عامل زي الحصبه كده، لازم يجي الواحد وهو صغير. الاعجاب اللي هو اللطيف اللذيذ ده. بعد كده لما ابتديت اكبر شويه تقدم لي ناس كويسه في حياتي، بس دلوقتي ممكن افهم ان الناس دي كانت كويسه قوي، بس ما تبقاش عارف. لا حبيتي وانت كبيره، اللي هو حبيتي وانا كبيره كده بقى وبتاع وحاجات وانجرحتي بقى، ولما ما ارتبطتيش يبقى انجرحتي. بحاول بقى عشان انا حساسه قوي وزي ما بخاف مثلا على شعور اللي قدامي، فبحب ان اللي قدامي يخاف على شعوري، فعندي كده قرون الاستشعار بتخليني نوعا ما احس، او عندي الحاسه السادسه، او في حاجات اللي قدامك ممكن يقع. او انت بتريحي نفسك وتقفلي من الاول؟ لا هو اطلاقا، لا والله بالعكس. لا بالعكس، بفتح الباب، ويمكن بفتح الباب علشان كتر الناس اللي حواليا نرمين اتجوزي، هي دي سنه الحياه. وعلى فكره هو ده فعلا سنه الحياه وده الطبيعي، فبالعكس انا ممكن اكون حطيت نفسي في حاجات كتير انا مش مفروض ان انا كنت احط نفسي فيها. يعني مفيش حد بعدتي عنه تمنيتي لو رجع بيك الزمن انك ما تبعديش؟ لا خالص الا زمان قوي. حاليا في كل الفترات اللي فاتت دي والله ابدا خالص مفيش حد انا ممكن ابقى حاطه راسي كده على المخده واقول ايه انا ليه عملت كده، انا ليه سويت كده. بالعكس انا بدي فرص كتير يعني بقدر المستطاع. وانتي فنانه كبيره وكانت بدايتك تلفزيون، موضوع التتر ده بيشغل دماغك؟ يعني دايما نسمع خناقات في المواقع وفي الجرايد، فلانه انسحبت عشان التتر، فلانه رفعت مش عارف ايه عشان لا مش للدرجاتي. بس انت هل شايفه ان ده بيحدد نجوميه؟ يعني هو ده ممكن يبقى مقياس النجوميه؟ زمان كان اعتقد، دلوقتي لا، لان انا ممكن اكون مكتوب اسمي في تتر وانا مش عاجبني، ومش حاطه شرط ان انا لازم يتكتب، لان ممكن لو انا حاطه الشرط ده المنتج يتلاعب يحطني ثانية لدرجة أقل من ثانية لدرجة إن أنا مش هشوف. هو في حد بيتفرج على التتر؟ يعني أنت شايفة إن إحنا بنتفرج طبعا. أنا قصدي لا أقصد إن أنت، هل أنت شايفة إن ممكن يكون جمهور الشارع ممكن يعني لو أنا عملت معاكي مسلسل واتحطيت قبليكي، فأنا الناس في الشارع تحبين أكتر أو لا. تبقى يعني لا، عشان كده ما بقتش أهتم، بقيت بس بتقول كلمة ليه؟ يعني ليه أنت ما ليه بتتحطش؟ ليه ممكن تتفهم عدم تقديري؟ بالظبط. ليه انت زي ما انت بتقدر البني ادمين وانت في وضع معين او في ستيج معينه، ليه اللي قدامك ما بيقدركش ويديلك اللي تستحقه؟ حتى ان عندك اللي قدامك، النجوميه مش كلمه، النجوميه هي ان البني ادم ده ليه سي في كويس قوي ايا كان تاريخه الفني قد ايه، لكن ليه سي في ناجح قوي، ليه الجمهور بتاعه. انت بتتعامل بنجوميه في اللوكيشن، يعني انت تتعامل بنجوميه، لا انت بتتاخر، لا انت بتقول لا انا اشتغل قبل فلان ولا قبل علان وصغير وكبير، بتحترم نفسك، بتحترم الشغل، فليه انت ما بتتقدرش كما يجب؟ فانا زمان عمري ما كنت بتكتب، بالعكس انا عايزه اقول لك في الليل واخره لقيت مدام رباب حسين بتكلمني، واحنا بنتكلم على حاجه من زمان طبعا، نرمين انت عارفه طبعا الكاست كبير خالص وبتاع، انا هحطك بطريقه لطيفه. قلت لها مدام رباب اعملي اللي انت عايزاه، قالت لي هكتبك في اخر التيتر. كنت اول مره في حياتي اعرف يعني ايه يعني فنان يتكتب، مش عارفه. لما اتكتبت انا شكرتها وبقيت طايره من الفرحه، كميه الكادرات، كميه الحاجات اللقطات الحلوه، ففي حب. حته الحب انك تتعامل مع الزملاء ومع الشركه المنتجه ومع المخرج والمؤلف مع الكاست كله، وتحس انك
ادولك حقك ده في حد ذاته ما يتقلش بمال، ده في حد ذاته بيديلك ساتسفاكشن. انا بيبقى عندي ببقى ساتسفايد، مبسوطه داخليا ان انا اتقدرت. لكن لما بتدخل في عمل وتلاقي كده هضرب كف على كف وهقول انا بعد كده، هم اللي بيخلوك بعد كده تقول طب انا هكتب، طب انا هعمل، طب انا هسوي. طب ليه؟ انا بقول كلمه ليه، مش مستاهله المساله يعني. انت ايه علاقتك بالسوشيال ميديا؟ وحشه موت، مش على وفاق مع بعض اطلاقا. بس مؤخرا من كتر ما انت شخصيا بتقعد تقول لي، عشان احنا عشره قديمه وكتر الناس المقربين بيقولوا لي كفايه، انا لسه فاتحه الانستجرام يعني ما فيش من شهر حاجه كده يعني. الفيسبوك انا كويسه معاه لحد كبير جدا. فيسبوك انت اللي هو انهي الاكونت بتاعك اصلا مش عاملاه باسمك اللي هو اللي احنا عارفينه؟ مش نرمين عبد الرازق. ما هو نرمين عبد الرازق اسمي برضو. ايوه ماشي، بس الناس كتير ما تعرفش نرمين عبد الرازق، لان انا ما وثقتش الصفحه بتاعتي. بقى في دي شليون حد نرمين الفقي، حتى في الانستجرام بقى في مليون حد نرمين الفقي، فلازم اوثق الصفحه بتاعتي. بتتابعي الناس بتكتب ايه؟ طبعا، وانا الادمن لصفحتي خصوصا في الانستجرام. انا لغايه وقتنا هذا انا الادمن لصفحتي، وانا اللي برد على كل الناس وبسمع تعليقاتهم وبسمع كلامهم. في تعليقات ممكن تضايقك وتستفزك انك تردي؟ الحمد لله قليله جدا جدا، ودي اكيد هتلاقيها من حد مراهق بلوك على طول. انا اسهل حاجه في حياتي بلوك 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 على طول. انا بختصر، انا لسه هدوش نفسي بلوك. عارف لو انت عندك اللي بيتقالك مظبوط او اللي بيتقالك بحب برضو، دور على اي حاجه في الاخر هتلاقيها اساسها الحب. لكن في حاجات فيها غيره، في حاجات فيها احقاد، في حاجات فيها ملهاش، مش عايزه اقول الكلمه بتاعتها، فدول على طول بلوك 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 على طول بلوك. طب علاقتك بالصحافه؟ لا حلوه الى حد كبير جدا جدا، بس عندي الناس المقربين اللي بنتواصل مع بعض، لان مش لازم بيبقوا بياخدوا اخبار عني، بيبقى في تواصل اللي هو بنتكلم بنسال على بعض بنطمن على بعض، فدول طبعا بيبقى ليهم محبه لقلبي اكتر. لكن طبعا لا الحمد لله. ايه اكتر حاجه اتنشرت عنك في الصحافه في يوم من الايام وضايقتك وجعتك او عيطت؟ ممكن في ناس بتعيط. عياط؟ لا انت بتحبي انت سريعه. انا على طول انا بس مش نكديه والله. لا مش نكديه. لا مش نكديه. حساسه قوي. حساسه قوي. عايزه افتكر. ممكن طبعا لو عملت حاجه مش قويه علشان اتواجد، زي مثلا عملت فيلم السينما عشان اتواجد، ما هو انا برضو فنانه وعايزه اتواجد في السينما طبعا. وده اللي اتعرض عليا، وده اللي حسيت انه ممكن اعمل منه حاجه. بس هو ممكن يكون مش منفعش، فبلاقي نقد، بس مش نقد لازع، بس كنت بتمنى ان انا ما اعملش كده. طب والاشاعات؟ يا اختي لا الاشاعات كتير. واهمها ان هم جوزوني يعني. اتجوزت؟ طبعا. انت عشان مش متجوزه فاسرع حاجه ممكن يصدقها انك اتجوزتي. طب هتجوز في السر ليه يعني؟ ايا كان مين هو يعني. ليه هتجوز في السر؟ طب وهي دي الشائعات بس اللي طلعت دقيقتك؟ مفيش شائعات تانية غير الجواز؟ لا خالص، هي تقريبا هي دي اللي انا عارفاها الجواز. وكنت بتهتمي ترده في الاول؟ دلوقتي بقيت شرط. خلاص يعني بقى في 20 واحد على ذمتك دلوقتي. مش مشكله مش مشكله لا خالص اطلاقا يعني. نرمين، شايفه ان انت خدتي حقك في في التمثيل؟ شايفه انك خدتي محطوطه في المكان اللي طبعا كل الناس انت هتسالهم السؤال ده هيقول لك لا. بس انا لا بجد. احنا عشان شايفين لا. انا شايفه لا، وانا كمان شايفه لا. ليه؟ ولا خالص كمان. بس انا راضيه يعني، مش متسرعه. ممكن يكون بيجي لي عمل واثنين وثلاثه وبعتذر وبرفض، فمش معنى كده ان انا عايزه ادخل امثل عشان امثل، ان انا عشقي للكاميرا فهو ده اللي هيخليني اتنازل وامثل اطلاقا. انا عندي رضا نفسي، لكن لما هنسال السؤال زي الطريقه اللي انت سالتها اكيد لا. طيب ايه السبب؟ انا ما اعرفش السبب. لا لازم يبقى سبب. اصل هنقول سبب حلو قوي. قالوا لك ايه؟ الفنان لما بيشتغل كتير قوي بيبقى زي الحنفيه، ده بالبلدي كده حنفيه، وكل ما تفتح تلاقيه قدامك. لما جيت بعت، وده السبب والدتي ايا كان الاسباب، ما حدش مفروض ان هو بيتدخل في ده، لكن انا كل الناس عارفه المفروض لما ارجع ابقى راجع بقى. بس انت ما اتضايقتيش لما لقيتي ان اللي وراكي سبقوكي؟ يعني افتكر بدون ما نخش في اسماء يعني كلهم اصدقائنا، انك في وقت من الاوقات كان في اسامي دلوقتي بتعمل مسلسلات او بتعمل بطولات او بتعمل حاجات، الناس دي كانت بتشتغل
تحتيكي او بعديكي في 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 في, في الكاست حتى. لما جيتي بعد كده رجعتي ولقيتي ان ده حصل بسبب انك كان عندك ظروف والدتك او بتاعتك فتره، ما ضايقكيش؟ لا في ساعتها ما اتضايقتش، لان في ساعتها توقعت ان انا هرجع في مكاني، هرجع زي ما نرمين ثابت اخر مره هترجع زي ما هي، ايه اللي هيقللها؟ اصل ايه اللي هيقلل في ده؟ عارف يا احمد انا دايما عندي كلمه بقولها، الفن لا ليه دين ولا وطن ولا ملة، الفن ده موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا ما كنتش متوقع، لكن لما نزلت وابتديت أشوف اللي بيحصل، لا اتخضيت. وأكيد جوايا عندي حتة التساؤل، كلمة ليه؟ هل عشان أنا ما قعدتش على نفسي أكتر؟ طب أنا هقعد على نفسي هعمل إيه؟ ما أنا بحاول أحافظ على نرمين، بحاول إن أنا أكون متواجدة بقدر المستطاع في الأماكن اللي أنا مفروض أكون متواجدة فيها، سواء مهرجانات، سواء سبيكر في حتة أو أقدم مهرجان، أو سواء لقاءات تلفزيونية مع إعلاميين، فكنت متواجدة. ده بقى ليه؟ أنا الرد مش عندي، لكن مش معنى كده إن أنا مش راضية. أنا راضية وقاعدة مكاني ومش هقدر أعمل غير إن أنا أفضل سكتة إلى أن يأتيني عمل كويس. هتقولي نرمين طب اشتغلي على نفسك، هشتغل على نفسي زي ما أنت قلت، كسوشيال ميديا الأبديتنج بتاع الأبديتنج أنا شوية يمكن ما كانش فيه كده بالزبط. هبتدي أنا ممكن أكون فعلا مش شاطرة قوي في الحدوتة دي، لكن لازم أتعلم من غلطي وإن أنا أحاول فعلا أركز في قصة السوشيال ميديا. هو زمان في وقت النجوم اللي بجد، وقت التلفزيون اللي بجد، كان في شلل برضو وتربطات وحاجات. يعني احنا دلوقتي خلينا اقول لك ان هي الحكايه بقت جزء كبير منها ماشي في شلل وتربطات، ونفس الناس هي بتشتغل مع نفس الناس كل مره. هل ده كان موجود او حد بيبقى باكينج للحد ده؟ لا بيبقوا جروب، لا يعني جروبات كده معروف كده اللي بيشتغلوا مع بعض. لا انا ما كنتش شايفه ده خالص، او انا ما حسيتوش، لان انا كان بيتعرض عليا شغل كتير جدا. ده انا يمكن اللي اشتغلته ده كان قليل، ان فاقد الشيء لا يعطيه. انا كان جيلي ورق 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 ورق، كنت عامله السفره بتاعتي ورق 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 ورق، اقعد اقرا وكلام من ده، فما كنتش حاساه. لكن طبعا دلوقتي اكيد حاساه. طب مين النجم اللي انت اشتغلتي معاه؟ انت اشتغلتي مع نجوم اسامي كبيره قوي، مين النجم اللي انت فعلا مأثر في حته فيك؟ يعني ده ليه منطقه كده فيكي كانسانه او كفنانه واخدها؟ لا انا كان نفسي اشتغل مع الله يرحمه الاستاذ نور الشريف. اتعرض عليا عمل معاه واعتذرت اني كنت مشغوله قوي، كان عندي شغل واعتذرت. فانا اللي كان نفسي اشتغل معاه بجد كان هو. طب ومين اللي اشتغلتي معاهم بقى؟ لا كلهم، انا عايزه اقول لك ان كلهم اللي اشتغلت معاهم كانوا كويسين قوي، في ما عدا فنان بدون ذكر اسمه، بس انا مش شايفاه ان هو نجم فظيع، واعتقد مش موجود على الساحه الفنيه. كان قلبه اسود قوي، كان بيعمل حاجات غريبه قوي، وانا بشتغل يبص في حته تانية وتحس ان عنده غيره. يعني الحاجات دي غيره ستات مش مفروض تكون موجوده في راجل، بس هو مش موجود دلوقتي اوريدي. طب هو ايه الموقف اللي مش هتنسيه اللي حصل لك من حد من المعجبين؟ يعني من المعجبين دول بقى، يعني اكيد قابلت موقف كتير، فاكيد فيهم موقف قابلت مجانين كتير. اكيد فيهم موقف لا ينسى. قابلت طبعا عندي يعني مش مواقف كتيره، لكن هم ممكن موقف واحد في حياتي، وتعلمت ان الواحد ما يكونش قلبه طيب او يبقى لطيف مع حد او يدي حته المصداقيه، وان الواحد يبقى قلبه نظيف قوي كده. لازم تدي دايما حته سوء ظن من الناس اللي قدامك، لان انا ممكن تتكلم مع حد معجب بيك ويبقى لطيف وتحس انه لطيف وهم مش كده خالص، ناس تعبانه. ناس عمل ايه؟ لا في ناس ممكن يكون عمل بلاوي بقى، مش لازم نخش في لا يعني انت ايه الموقف اللي كان بالنسبه لك صدمه ان حد يعمل كده اصلا؟
ما هو هو هذا البني ادم مثلا عمل حاجه خلتني ايه اللي بيعمله ده، ايه قله الذوق دي يعني، عارف اللي هو تحس ان دي حاجه موجوده في حياتنا. لا موجوده طبعا، لان انماط الناس وحياه الناس وثقافه الناس وتربيه الناس لسه كتيره. لسه كنا من كام يوم في المسرح عند هنيدي. أيوة. وحد قال لك احنا اتخانقنا في العجمي في سنه زمان. ايوه اللي هو صديق للفاموليا. قلت له ده انت صديق الفاموليا مش الفاميلي. انت قال لك واحنا في ثانويه عامه ينرمين كنت مع قرايبك ولاد عمامك وبنت عمتك وكده، وكان اول مره كنت انا ابقى معاكم وهم كلهم جيران واصحاب وحصلت خناقه بسببك. لا ده كتير. يعني انا جايب الكروب بتاعي معايا. انا جايب الكروب بتاعي معايا لو اتخانقنا يلحقوني. ده كتير قوي. طب انت ايه الدور اللي كان نفسك تقدمه؟ يعني ايه الحاجه اللي كان طول الوقت نفسك، يعني نفسي الدور ده يتعرض عليا، هو ده اللي انا عايز اطلع فيه طاقتي، او هو ده اللي انا عايز احطه في المكتب؟ حلو السؤال ده. انا عايز اعمل، لا اسئلتي كلها حلوه ميرسي. انا عايز اعمل حاجه سسبنس شويه، عايزه اعمل بجد دور السسبنس. يعني انا كنت مثلا مره قلت انا عايز اعمل حاجه رعب، اتعملت طبعا. انا نفسي اعمل حاجه كده. هتقولي ازاي انت تعملي؟ الفنان لازم يعمل كل حاجه. وطبعا نفسي جدا اعمل حاجه استعراض بجد، استعراض مش استعراض راقص بلدي، لا انا عايزه اعمل استعراض سواء تانجو، سواء رقص الستايل بتاع الانديان الهولي اللي هو يعني بتاع الهنود، اللي هو الرقص الاستعراضي بالستايل اللي عايز لياقه بدنيه حلوه وكده. كل ده انا عايزاه. ممكن نعمل هنا استعراض دلوقتي. هو ده الدور اللي انت نفسك تقدميه؟ عايز اعمل حاجه جديده. انا بحاول اعمل دايما على قد ما اقدر جديد. يعني عملت لغه عربيه وده جديد عليا. اللغه العربيه مش سهله، ادي العيش لخبازه يعني. وانت عرفتي لما صحيح لما كنت بتشتغلي لغه عربيه كنت بتعرفي ازاي؟ كنت بعيط. انت العربي بتاعك عيطت مدي على انجليزي. عيطت عياط. وكنت بتعرفي وكنت اشيل الباروكه اللي انا واشيل التيجان واعيط اقول لهم مش عارفه وحاجات كده. اخر بقى ما حسيت ان انا فاشله، وده عيب طبعا ان انا اقول كده، جبت مدرس من المدرسه خليته يقعد يذاكر لغه عربيه، اذاكر كل السيناريو بتاعي. يعني انت دلوقتي لو اتنينك قولي حاجه لغه عربيه وبعدين بقى في الاخراج ده. طب انا عايزه المدرس واقول لك كده. المدرس انت ساعات بتقولي لي كلام بالعربي ان انا فاهمه. خلاص يا عماد عشان ببقى مش مركزه وانا معاك. يعني بقول كلام عشان انت صديق ليا. فبالتالي انا بتكلم معاك براحتي فما بركزش. لكن اكيد في الحفظ بربنت، الا ما كانش زمان يبقى فنانه يعني. ده انا بدخل اقطع الورقه كده وامثل على طول. عمرك طلعتي في برنامج وندمتي انك طلعتي؟ لا خالص اطلاقا. تخيل بقى خالص، مش فاكره اي حاجه من الحاجات دي. تفتكر بعد ما يتعرض البرنامج بتاعنا ممكن اندم يا حبيبي؟ انا قلت اعمل معاكي حاجه جديده يعني عايز حاجه جديده. لا الحمد لله. طب والمقالب، برامج المقالب اكبرك ايه معاها؟ تعمل فيا رامز عملها فيا مره. كان ايه احساسك بقى ساعتها؟ بانيك، جات لي حاله فزعه لدرجه ان رامز لما فك كل اللي هو عمله انا بقيت بصاله مش عارفه انطق، عايزه اعيط وكل جسمي بيترعش ومش عارفه اعمل اي حاجه. يعني ناس بيقولوا لي انت ما ضربتيهوش ليه، ما عملتيش ليه؟ انا مش عنيفه اساسا، بطبعي انا شخص مش عنيف خالص اطلاقا. لكن عارف لما ينزل عليك حاله صهم الله او حاله عماله ابص على كل اللي بيحصل حواليا وعلى الطياره وعلى الناس وعلى البتاع، ايه ده؟ ده بجد؟ مش مقتنعه ان ده حصل. حصلت فيا مع اني انا والله عمري ما بحب اتعرض لده. دايما بحاول بقدر المستطاع اني ما اتحطش في موقف من مواقف. ما خفتيش بعد كده وانت راكبه طياره؟ او ما خفتيش بعد كده؟ لا ما كانتش طياره، كان الاوتيل اللي بيتحرق. الاوتيل كان بيتحرق. الاوتيل كله يعني ما فيش مفر. ما خفتيش بعد كده؟ لا بقيت حريصه لما حد يجي يكلمني في التليفون ايه واسال. يعني حتى فريق الاعداد لما جم كلموني قالت لي نرمين انت اسئلتك كتيره جدا، قلت لها طب ما بعد كل الاسئله دي ان انا ابقى حريصه طلعت فاشله في يعني في النهايه برضه تعمل فيا المقلب. طيب خليني اسالك سؤال تاني خالص. نرمين الفكر عندها اصحاب قد ايه؟ لو هنقيس عندي اصحاب قد ايه، انت ممكن تقول انا مثلا في عيد ميلادي ممكن يعدي ارقام كبيره خالص. دول معارف. لا اصحاب بتكلميهم لا يتعدوا اتنين في حياتي، دول حبايب قلبي من جوه ربنا يخليهم لي. من الوسط ولا من بره؟ من بره. بعد كل ده ما عندناش اصحاب قريبين من الوسط؟ من بره.
طب وده طبعا مش معنى كده، مش معنى كده ان انا ما عنديش ناس في الوسط، عارفه ان هم جدعان وعارفه ان هم يعني لو انا احتجت لهم وممكن يكونوا كانوا برضو في ظهري كتير قوي، بس يمكن كل واحد في حته، كل واحد بيبقى مشغول وكلام من ده. لكن المتواجدين في حياتي اتنين انا بحسد، لو هنتكلم الاصحاب اللي هو تكاد تكون اختي بجد بجد، انا بحمد ربنا وحافظ عليهم يعني كده. طيب ايه الموقف اللي حصل لك من اصحاب خلاكي مقفله قوي كده على نفسك؟ يعني في حاجه حصلت لك اكيد؟ لا انا مش قافله على نفسي، من بالعكس انا بني ادم زي ما قلت لك، انا مصاحبه كل الناس. لكن انت ممكن تكون اتعرضت ان الناس دي تبقى من جواها مش حلوه. يا احمد يعني ايه مش حلوه؟ اللي طمعان، بس اللي عامله زي التعبان، البني ادمه اللي تبقى مش راضيه، البني ادمه الطمع ده طبعا اهم حاجه، هو ده الاساس المشكله كلها. ويمكن اللي انا قلت عليهم دول اساس الموضوع هو الطمع، واكيد البيئه، لانك مش ممكن تكون انت بتزرع تفاح تلاقي مثلا اي حاجه تانية، تلاقي رمان يعني، فده اكيد المعدن نفسه مش حلو. لكن غير كده واكيد بيأذوك، لان يكفي ان انت ضيعت وقت معاهم في يوم من الايام، يكفي ان انت استفادوا منك بواي اور انذر ان انت موجود في حياتهم، دي في حد ذاتها استفاده. لكن خلاص يعني ما بيبقوش موجودين وبشيلهم من حياتي بلوك برضو. بلوك هو بلوك بيبقى متاخر، لكن في ناس بيعوضوا طبعا كل ده في حياتك. يعني بعد النجاح اللي انت محققاه في ابو العروسه ده ممكن ما نشوفكيش في رمضان؟ انا بحب رمضان قوي. اولا طبعا نهيك رمضان ان ده الجو العائلي، وان كلنا بنبقى بنكلم بعض امتى هنختم القران، وده اللي احنا لازم نعمله في حياتنا اليوميه. لكن انا بكلم بمنتهى الصراحه، ده الوقت اللي فيه الاصحاب والعيله وكل حاجه حلوه. وانا من ساعه ما ابتديت كنت رمضان، يعني كنت بشتغل رمضان، كل اعمالي كانت رمضان رمضان رمضان. بالعكس انا بقالي فتره كبيره يمكن من 4 سنين اهو ما نزلتش. 2014 كان جبل الحلال ما نزلتش رمضان. اكيد دي حاجه مضايقاني طبعا، انكل لو قلت لك مش متضايقه اكيد متضايقه. لكن السنه دي انت وافقتي على حاجه او تعرض عليكي حاجه رمضان؟ اعتذرت. تعرض عليكي اعمال عمل وعد. هم عملين، واحد كان خارج رمضان 45 حلقه، والتاني كان في رمضان، بس اعتذرت. ممكن نشوفك في السينما السنه دي؟ الله اعلم، لسه ما اتعرضش عليا حاجه. بس لو جات لك حاجه سينما اكيد، لو جات لي حاجه كويسه والمره دي بقى بجد لازم ان شاء الله. مش هنزل السينما الا لما تبقى حاجه كويسه. ما جاتش حاجه كويسه برضه تقعدي فوق الترابيزه بقى. مش تقعدي فوق الترابيزه بقى، في اي حته فوق المبنى خالص مش مشكله. بس وعايزه اقول لك انا تحت الترابيزه انا كنت سعيده جدا بالفيلم ده، مع ان لقيت ناس كتير مش شايفه ان لا، لكن انا شايفه برضو ان في ناس كتير كان عاجبهم جدا الفيلم، وانا عن نفسي حباه. يعني انا مش شايفه ان تحت الترابيزه من انا مش مضايقني، والله ما مضايقني بالعكس خالص اطلاقا. طب في لقائك معانا النهارده كنت مستنياني اسالك على حاجه وما سالتهاش؟ ما حطيتش بالي، كنت مبسوطه ان انا يعني احنا بقالنا فتره كبيره كنا المفروض نسجل وكلام من ده، فكنت بالعكس مستعجله ان انا اسجل معاك. وده طبعا برضو بحب في الاخر. فما فكرتش، لكن انت لو عايز تسال اي حاجه، اولا انت عارف عني كل حاجه، ده مبدئيا انا مش محتاجه ان انا اتكلم. انت عارف عني كل حاجه، وبحاول اعمل مذيع كيوت. لا بالعكس، احنا يمكن لما بنقعد نتكلم براحتنا وبحكم الصداقه اللي هي فيها 10 سنين يا احمد، وانت من اصدقائي طبعا اللي في حياتي، لانك راجل بمعنى الكلمه، مفيش حد هيطلب منك حاجه الا ما انت بتخدم الغريب والقريب الحقيقه. مين فيك بتكلم؟ لا بتكلم بجد. ف بالعكس انا تحت امرك في اي سؤال انت ممكن تساله. مين فيك لما بتتخانق؟ بسرصه. بسرصه. فاكره لما انا كنت بتخانق قبل كده اتخضيت منك خضه وبقيت بصلك وعامله كده، كانت ماما بتبص عليا من فوق، اللي هو انا ايه ده؟ وكانت ماما بتبص عليا من فوق يعني قلت لك هي شافتني؟ هي شافتني؟ اصل انت كانت خناقه يعني، اللي هو يا مامي انا اتخضيت. كنت شفتي شخص مش هو، اللي هو مين ده؟ مين ده؟ انا اتكسفت اصلا، ما اعرفش ان انت ساكنه هنا. انت ما كنتش عارف صح؟ انا اتكسفت انك انت شفتيني. احنا طلعنا يعني عارف اللي هو كان في جعور. كان في طب وانت بقى متخانقي بتعرفي تعملي كده؟
انا في حاجه اصعب شويه، ان انا باذي اللي قدامي من غير ما اغلط فيه، باذيه بالادب. هو اساسا هيبقى مش مؤدب او هي مش مؤدبه، مش فارق معاها، بس انا عارفه توجعي ازاي. بس ما بتجعريش الحاجات دي؟ لا ممكن طبعا اجعر، مش حاجه كده، لا اكسر لا، لكن ممكن طبعا يبقى في النص في جعيره بقى لو الموضوع استفزني خالص واللي قدامي يعني حد ادائك ده تخيل يا وحش. لا 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 بجعر طبعا، اكيد بيبقى في جعير، بس هي مشكلتي ان انا بسرسح وبكح وبتعب وبحمر يعني. بعدين قعدت اقول طب انا ليه بعمل في نفسي كده يعني؟ طب اعمل بلوك برضو. طب هو سؤال، هو انت امتى ممكن تعملي دور بشخصيتك اللي هي بتاعت اصحابك بقى، اللي هي اللي انا عارفها بقى، اللي هي الشقيه اللي بتضحك اللي بتجري نفسي اللي دمها خفيف؟ مش عارفه ليه دايما يعني دايما حاطينك ليدي قوي. ايوه انا زهقت. اوكي انت ليدي كل حاجه. أيوة. بس في شخصيه كده. اه طبعا الصوره اللي انت عارفها بقى. السنجلينه الشقيه. هو النهارده جايب الايس كاب الدولاب. يعني اقنعناكي بالايس كاب. ايوه ان بس الجو طلع حلو الحمد لله. يعني ممكن نشوفك كده قريب. نفسي لو اتعرض عليا حاجه زي كده طبعا نفسي اطلع انا بقى كنرمين بقى، زهقت من اللي انا بعمله على طول يعني، عايزه اجدد يعني، عايزه اعمل حاجه كده شويه شقيه يعني. انا مبسوط ان انت كنت معانا النهارده. وانا كمان، واتمنى ان نبقى دايما معاكي وانت ناجحه ومكسره الدنيا ومحققه كل اللي بتتمنيه ان شاء الله. وبالنسبه لمواصفات العريس انا خلاص لقيته. خلاص. يعني لقيته. ايوه يعني بعد التسجيل هقول لك اسمه. اوكي. يا مصطفى يعني خلاص يا جماعه اقطعوا الورق اللي كتبته فيه الحاجات وخلينا نختم عشان اقول لك على اسم العريس. اوكي نورتينا. ميرسي يا احمد، انا مبسوطه خالص. ميرسي.